وصلنا لفقرة عن الرسم العجمي، هي الحرفة الدمشقية يلي أبدع فيها فنانين عبر العصور وتزينت فيه قاعات الاستقبال والصالات والمنازل الدمشقية. اليوم رح نتعرف أكثر ورح نضوي على هالمهنة مع قصص كتير حلوة موجودة بين إيدينا مع الفنانة التشكيلية غالية النعيمي. أهلا وسهلا فيكي، صباح أهلا الخير. فيكي، صباح النور أهلا عليكم على وسهلا، المشاهدين جميعاً. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن أهمية الفن الدمشقي. الفن الدمشقي له لمسة خاصة، نحن كثير عندنا فنون مو موجودة ببلدان ثانية، مثل عندنا مثلا الموزيك، عندنا العجمي، عندنا شغلات كمان كانت تستخدم بالبيوت الدمشقية القديمة مثل الحجر الألمق. فهي الفنون ظلت مستمرة لفترة طويلة وبعدين بلشت شوي تتقلص لأنه البيوت العربية ما عادت مثل الأول، يعني نحن انتقلنا للسكن ببيوت حديثة، فصار هلا مهمتنا انه نحن ناخذ هي الفنون ونعيد احيائها لحتى الناس تطلع على التراث وتفتخر فيه وتاخذ قطع صغيره ولو كانت يعني هي صغيره بس تضل على تواصل مع التراث. تمام، خلينا نحكي، في دائما عم بنشوف تراثنا البيوت الدمشقيه والاماكن الكبيره، ولكن القطع الصغيره يمكن قليل ما بنشوفها او ما بتكون هي متواجده بين ايدينا. خلينا نحكي عن القطع اليوم الموجوده مثل هالصندوق. هلا هذا الصندوق منفذ بطريقه العجمي التقليديه اللي نحن عندنا عده الوان وعده طبقات للشغل، بالنهاية بيصير في عنا المساحات النافرة بتتلون بمادة الذهب والفضة، وبيجي مرحلة نهائية هي مرحلة التحديد الأسود يلي بسموها القطع، وعنا كمان مرحلة ورنيش نهائية. هلا أنا كمان في بقلبه هدية. هلا هون الشمعة هي منفذة على خشب طبيعي مرسومة بماء الذهب، ممكن تتنفذ بطرق تانية يعني كمان تصير عجمي وتطبع عليها نفس المراحل الأولانية تبع الصندوق. وهي القطعة يعني حلو تزين بيتنا، يعني نحن إذا ما قدرنا نكون بمنزل دمشقي قديم بكل تفاصيله فحلو إنه ناخذ هيك قطعة صغيرة نستمر بالنظر. وهذا ما بيقبع ولا بي؟ لا لا أبدا، هلا هي الفنون يعني إذا مسحت بالمي أو إذا لا 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 يعني ما في إلا تفاصيل خاصة لحتى تعيش. هلا في تفاصيل اثناء العمل بتعيش القطعه مده طويله، هلا مثل ما نحن بنروح على البيوت القديمه بنلاقيها عاشت مئات السنين، فهي القطعه كمان بتحافظ على رونقها. خلينا نحكي عن هي القطعه المميزه، بتلاقي كثير شناطي صغيره بس الرسم عليها بالفن الدمشقي كثير قليل ونادر، خلينا نحكي عن فكرتك وعن اعمالك واهم ما بيميز اعمالك عن الفنانين الاخرين برايك. هلا انا حبيت انقل الفن لكل تفصيل، يعني هون ممكن نحن نرسم حتى على خامه الجلد. تمام. وشي حلو انه نحن نختار شيء كمان تراثي وشرقي، ممكن يصير في مواضيع ثانيه. هلا انا رسمت مناظر طبيعيه، الحارات الدمشقيه نفسها على الجزدان او الشنطه، بس كمان هيك التفاصيل الزخرفيه الصغيره بتشد الانتباه. يعني ممكن انا مثلا اجي لعندك اقول لك بدي شنطايتي بهذا الشكل المعين، بتعملي لي الفكره اللي بدي اياها ولا كيف ممكن تتصرفي؟ ممكن، هلا اي حدا بيحب موضوع معين بيتنفذ معنا. تمام، معنا وشو هي لمستك الخاصه بتكون؟ هلا اللمسه الخاصه لكل فنان هي من مجموعته اللونيه، يعني لا ما بتلاقي لوحتين بيشبهوا بعض، كل فنان له مجموعة محببة لنفسه أو حتى لمسته وخطه دائما أسلوبه بيبقى مميز. تمام غالية، خلينا نحكي أيضا عن هالفانوس. هو هذا بيضوي هي لحالها؟ لا المفروض تضوي. أيوه المفروض تضوي، بس أكيد ما حتبين هلا بالنهار. خلينا نحكي كمان عن هالقطعة. هلا هي فانوس مصغر، يعني أنا حبيت وصل فكرة الزخرفة الشرقية ولو على قطعة بسيطة، يعني ممكن تحطيها بزاوية تعطي لمسة هيك هادية بالمساء، هي مزخرفة بس بطريقة الرسم بدون عجينة نافرة. أكيد، خلينا نحكي عن أهم المعارض اللي شاركتي فيها وأهمية تدريس هذا الفن للأجيال القادمة. هلا أنا عملت معارض كتير كانت موزعة بين معارض تشكيلية ومعارض بتخص الفن العجمي. من خلال الدورات انا حسيت انه الكل بيحب يتعلم هذا الفن وبينظر له بشغف، فكل سنه كمان كان عندنا دوره بنعلم فيها هذا الفن لمجموعه يعني المفروض يكون عنده خلفيه على الاقل بالزخرفه او بالرسم، وكل طالب او متدرب بياخذ معه قطعه بنهايه الدوره من انجازه بالكامل. تمام، خلينا نحكي ما بعد الدوره، اي اكثر بيكون اول شيء بالدوره شباب ولا صبايا؟ ثاني شيء في متابعة، في حب، أو لازم يتعلموا من الصغر لحتى تكبر معهم؟
هلا بالورشه اللي عملتها بدار الاسد للفنون كان في عندي طيف واسع من المتدربين، كان في اعمار مختلفه وكان في شباب وصبايا. بالدورات اللاحقه حسيت انه الصبايا هن اكثر بيميلوا لهالقصص، يمكن طبيعتها الانثى بتحب الفن وبتحب التزيين، فهالشي بيلامس يعني محبتها الخاصه، بتحب تقتني لوحه، بتحب تقتني مثلا قطعه مزخرفه. وبعد الدورة كمان استمروا، يعني هلا كل وحدة ممكن تسألني أو ترجع تورجيني لوحة إنه هي اشتغلتها لحالها، فأنا كتير بحس بسعادة. خلينا نحكي عن هذا الفن العجمي القديم الدمشقي القديم، خلينا نحكي شو الجديد عليه. هلا الجديد هو طريقة التعامل معه، يعني نحن بالماضي كنا نشوفه على الأسقف على الحيطان، كان بمساحات واسعة، هلا نحن شوي شوي يعني حياتنا العملية عم تنتقل لمساحات أصغر، صرنا فينا ناخده على لوحة، ناخده على صندوق أو على قطعة مزينة بسيطة بغض النظر، ممكن تكون برواز صورة. نعم غالية، يعني خلينا نحكي قديش مهم اليوم إنه الواحد يحافظ من خلال المعارض ومن خلال أيضا يمكن السوشيال ميديا على الفيسبوك على الإنستغرام عرض مثل هيك أعمال إن هي توصل للعالم، بما إنه هلأ ما كتير في عنا سياحة بسوريا وفي طلبات عم تجي للخارج. هلا نحن الشقين لا غنى عنهم، يعني التواصل المباشر مع القطعه ولمسها بيعطيكي احساس مختلف طبعاً عن الصوره. طبعا اكيد 100%. تمام، بس طريقه التسويق على النت كمان قصه ضروريه، خصوصي انه هلا العصر يعني بيتناول كل السلع بهالطريقه، فنحن كمان بنقدر ندخل على خط التسويق بالنت وفي طلبات من برا، وفي ناس تعجب حتى بالفن بحد ذاته وبتحب تتعلمه على دورات اونلاين او هيك شيء. اكيد لكل فنان له رسالة، خلينا نحكي شو رسالتك من خلال هذا الفن الدمشقي. هلا رسالتي بالفن ككل هو اني انشر الجمال وانه حاول انه يكون المحيط افضل بالنسبة للانسان. يعني بالنسبة للفن العجمي هو فن يستحق الاستمرار ويستحق انه الجيل الجديد يطلع عليه ويلمسه ويحبه يعني ويستمر حتى يحب يتعلمه. قد ايه بلش فيه؟ هلا هذا الفن بلش بمرحلة مبكرة، يعني أنا كان عمري 17 سنة لما بلشت أحبه وحاول أتعلمه وألمسه وراقب مثلا الورشة اللي عم تشتغله، ومع الوقت أنا حاولت طوره وأخذ فيه خط مميز بالنسبة إلي، بحس إنه بيشوف قطعتي بيعرفها إنه هي إلي. تمام. عم اشوف كمان حتى على الكاسه في الواحد يهديها هديه او تضل ذكرى، ممكن تكون تذكار تذكار، وفيه اكيد يحط عليها دمشق او اي شيء بخصه. غاليه نحن كثير بدنا نشكرك، بدنا نتمنى لك التوفيق، واكيد ما لنا غنى عن الاعمال الحلوه، ودائما بدها هيك بتحفينا بالقصص الحلوه، وان شاء الله نضل محافظين على هذا التراث ان شاء الله. شكرا. اكيد شكرا لوجودك معنا، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك، يعطيك العافيه.